خلال الزيارة التي قادت والدة النجم الفرنسي كيليان مبابي وكيلة أعماله السيدة فايزة العماري ذات الأصول الجزائرية إلى مسقط رأسها في بجاية، أعلنت عن تمويل وإطلاق مشاريع رياضية وثقافية. فما القصة؟ تعود أصول السيدة فايزة العماري إلى بلدية فرعون الواقعة بولاية بجاية الجزائرية، وهي المنطقة التي زارتها في رحلتها الأخيرة إلى الجزائر، وأعلنت من هناك عن تمويل مؤسستها الخيرية لأربعة مشاريع رياضية وثقافية تتمثل في تشييد ملاعب جوارية لكرة القدم بكل من قريتي تيفرتين وثاغما، فضلا عن بناء ملعب آخر لكرة القدم بقرية فيزيا. أما عن المشروع الثقافي فهو دار للصناعات الحرفية لصالح النساء الماكثات في البيوت ببلدية فرعون. وعلى هامش هذه الزيارة تم تكريم السيدة العمارية في حفل مميز أقيم على شرفها ببلدية أميزور. هذا وأكدت مصادر إعلامية فرنسية زيارة نجم باريس سان جيرمان مبابي إلى الجزائر شهر جويلية القادم.